كلمة القرآن، القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. مريم غازيوي، حافظة لكتاب الله وأعمل كمحفظة لكتاب الله. يعتبر المحيط الأسري مدرسة التنشئة الأولى للطفولة، فيه تتشكل معالم شخصية الفرد وينهل من سلوكيات الكبار ويتأثر بالمواقف. تكون العقلية صحيفة بيضاء يعمل الجميع على النقش فيها والرسم بقصد أو بدونه. ينقل المحيط سلبياته وإيجابياته للأطفال حتى تشكل طباعاً من الشخصية. كان والدها يحفظ القرآن الكريم، فظل يحثها منذ الطفولة على الاقتداء به وربح الوقت في أمر ينفع مستقبلها ويقيها ضياع الوقت في لحظات الفراغ. لم تضيع مريم غزيوي تلك الوصايا الذهبية، عملت على حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة. المسار الدراسي ديالي كان عادي، يعني قرأت ابتدائي إعدادي ثانوي، ومن بعد قرأت سنة أولى في الجامعة وانقطعت لأسباب. من انقطعت التحقت بجامعة مدرسة عبد الله قلنا لي التعليم العتيق، بديت كنضبط القرآن الكريم، لأن ديك الساعة كنت ختمت كانت عمر ديالي 16 سنة. التحقت بالجمعية وبديت كنعمل على ضبط كتاب الله سبحانه وتعالى. انقطعت مريم عن الدراسة الجامعية، كانت الأسباب الاجتماعية حاضرة بقوة في توجيه مسارها الدراسي نحو نهاية سابقة لأوانها. لم تتجاوز السنة الأولى من التعليم العالي بعد أن اضطرت لتوقيف تعليمها، لكن الفتاة التي استطاعت ختم القرآن الكريم للمرة الأولى سنة 2005 وهي ابنة 16 ربيعاً لم توقف مشاريع أخرى تعتبرها من نفس الحجم، الاستزادة من القرآن الكريم وعلومه. بلغت عدد الختمات التي حصلتها مريم غزيوي 3 ختمات، الأولى كانت على المصحف والثانية والثالثة على اللوح، قبل أن تقرر الولوج إلى جمعية عبد الله قنول لتحفيظ وتعليم القرآن الكريم ستمكنها من شهادة في علم الضبط. تختلف طريقة تلقين المستفيدين من دروس تحفيظ القرآن الكريم حسب السن والمستوى الدراسي، وتقوم المؤسسات العاملة في الميدان إلى ابتكار أساليب تبسيطية ووضع برامج في متناول مختلف الفئات العمرية. تحس بهذا الاختلاف مستفيدات واكبن عملية التحفيظ منذ الطفولة. مريم غزيوي واحدة منهن. حفظت بثلاثة ديال الطرق. الطريقة الأولى هي السمع، يعني كانت في الصغر كانت الأستاذة ديالنا كتحفظنا يعني صور صغار، يعني كنحفظوا صورة كنلتحقوا بصورة أخرى. من بعد ما حفظنا الأجزاء الصغيرة بدينا دخلنا للصور الكبيرة، فبدينا كنحفظوا بالتومون، يعني أصلا كنا كبرنا بدينا كنحفظوا بالتومون كل يوم. وكنت كنحفظ باللوح، من بعد نقص حفظت كملت بالمصحف، يعني حفظت تقريبا جزء تقريبا 30 حزب بالقرآن و 30 حزب باللوح. من بعد ما ختمت التجأت عاوتاني للوح ورجعت كتبت ختمة أخرى باللوح. تشترط مؤسسة عبد الله قنون لتعليم القرآن الكريم على كل مستفيدة جديدة امتلاك لوح وقلم قصبي ومحبرة، ثلاثي إجباري في وسائل التعليم يستعين بها الطالب في مؤسسات التعليم العتيق قصد حفظ القرآن بطريقة تزيد من الضبط والدقة، وهي من مزايا استعمال اللوح في المؤسسات التعليمية المغربية. اعتمدت المجالس العلمية المحلية آلية لنشر القرآن بين الناس، فأتت أكلها وأغنت رصيد المؤسسات التعليمية. مريم غازيوي، وبعدما نجحت في نيل مكانة بين المحافظات بالمثابرة والمصابرة، تقوم بتلقين قواعد كتابة القرآن الكريم على اللوح، مستعينة بحصيلة سنوات من التحصيل الدراسي في هذا المنوال. تملي على المستفيدة آيات من القرآن الكريم، والأخيرة تقوم بكتابتها على اللوح، ثم تقوم مريم بمراجعته، طريقة تؤدي إلى تثبيت آيات وسور القرآن الكريم. الشروط اللي خصها تكون في الأخت اللي هي غادي تحفظ القرآن الكريم باللوح، أولا خصها تكون حافظة لكتاب الله، يعني ضبطا تكون ضبطة كتابة وحفظا. الشرط الإضافي الآخر هو خصها تكون كتعرف الرسم،
لان يعني حنا ملي كنفتيو على الاخت فالشرط انها كنعلموها كيفاش كترسم الرسم القراني وتكون حافظه لكتاب الله باش ملي كتمني على الاخت كتحاول لانها تمشي لها في نفس التومن يعني طريقه مختلفه على كتاب على الحفظ بالقران الكريم. تنتهي عملية الإملاء وتبدأ مرحلة تعلو فيها الأصوات في جنبات القاعة بطريقة جماعية، كل طالبة تحفظ الثمن أو الربع على انفراد، إلى أن تحين المرحلة الثالثة الاستظهار على المحفظة، مرحلة تقوم فيها مريم بالتدقيق في اللفظ والقاعدة، لا تترك خطأ يمر إلا وقامت بتصحيحه. تصاحب الأمر وصايا بمعاودة التركيز على جانب من الجوانب التي أغفلتها الطالبة، فالمؤسسة تركز على الدقة في الحفظ وهي أحدى الركائز التي يقوم عليها دور الفقيهة. بالنسبة للتشبت بالفقيهة دور الفقيهة لأنه هو الدور اللي عبر التجربة أعطى نتائج ناجحة فيما يخص حفظ المتقن بالنسبة للأخوات، لأن كنعرفوا بأن الأخت مني كتكتب اللوح فهي كيكون عندها في الكتابة ديال اللوح كتشارك الحواس ديالها كلها كتشارك أثناء الكتابة، فكتكون الأخت بالطريقة اللي كتبت كتكون كتحمله نوعا ما قبل لا تحفظه، وهذه الطريقة هذه كتخلينا كتعطينا الإتقان في الحفظ. تتوافر المؤسسة على عدة مستويات، مستوى خاص بقواعد التجويد ويضم 5 أقسام، ومستويات أخرى تقتصر على تحفيظ القرآن الكريم بالسماع، تنقسم إلى مجموعات بحسب أحزاب القرآن الكريم. وتضم المؤسسة مستويات أخرى لمحاربة الأمية وتعليم المستفيدات الحروف وقواعد استعمال اللغة العربية قبل الانتقال إلى قواعد تجويد القرآن الكريم. توزيع محكم للمستويات والأقسام وتوزيع للمسؤوليات بين المؤطرات والمحفظات. ترتكز مؤسسة عبد الله جنون للتعليم العتيق على مناهج تعليمية معتمدة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أضيفت إليها الآليات التي تتوافر عليها المؤسسة في دقة ضبط الفئات المستفيدة. مؤسسة بهذا الحجم والإشعاع وبعدد وازن من الأطر، محفظات ومعلمات وأخريات يعملن كمساعدات في التحفيظ والتلقين، تطرح أسئلة كثيرة حول ثمارها. الحمد لله النتائج كانت سارة عبر هذه السنين، ومن بين النتائج أننا أول شيء كاين أخوات اللي هما شفناهم أخيرا كيتخرجوا مرشدات، وهاد الأخوات يعني لحد الآن أظن ستة أخوات اللي تخرجوا من عندنا وهما كيعملوا في هذا الحقل الديني اللي هو مرشدات. ثم هناك أخوات اللي كيختموا اللي كيتخرجوا كيمشيوا لدور قرآن أخرى وكيكونوا فقيهات حتى هما في ذلك تلك الدار اللي كيمشيو لها. والحمد لله هذه النتائج كنشوفوها في دور القرآن في العمل ديال الأخوات اللي كيتخرجوا من عندنا وصبحوا كيعملوا إما في مساجد أو في دور القرآن، وهذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب يتوفر على جناحين، أحدهما خاص بالنساء والثاني يخص الرجال. تأسس بمجرد بناء المسجد سنة 99 و900 وألف، ليبدأ في بلورة مشروع مؤسسة ضخمة بالتدرج. انطلق سنة 2000 باستقبال عدد قليل من الطلبة قبل أن تتسع الفكرة لتشمل أعداداً متزايدة. وفي سنة 2004 تحول الكتاب إلى اعتماد النظام الداخلي وتمكين أعداد من الطلبة من أن يقطنوا بالكتاب قصد التحصيل العلمي. اعتمد الكتاب في بدايته على الذات والمبادرات التطوعية للمحفظين قبل أن تتسع الفكرة لتشمل العديد من الأيادي البيضاء. محسنون يمدون الكتاب بجسر خيري متواصل يقوم في شقه الأكبر على المساعدات العينية كالمواد الغذائية والألبسة، إلى أن بلغ إشعاعه حدوداً جاوزت الوطن. مؤسسة بهذه الميزات يجوز مساءلتها عن النتائج، والجواب كان جائزة أولى من جوائز الكتاتيب القرآنية. نحن حصلنا على الجائزة الأولى وطنيا بالنسبة للتلقين، لأننا حافظنا على تحفيظ القرآن الكريم بالكيفية التي حافظ بها سلف هذه الأمة وسلف المغرب، من اعتماد اللوح الخشبي والقلم القصبي والدوات الصمغية
واعتماد يعني أخذ القرآن من أفواه الرجال، واعتماد تكرار القرآن الكريم على هؤلاء الرجال، وبذلك يسأل الله عز وجل الحصول على هذه الجائزة. استطاع الكتاب تخريج أفواج من الرجال والنساء، يكمل بعضهم تعليمه في مستويات عليا بجامع القرويين وكليات الشريعة، فيما استطاع البعض الآخر الانتقال إلى التأطير والتحفيظ في مساجد وكتاتيب قرآنية أخرى، ما سيلعب دوراً إشعاعياً بارزاً في تاريخ كتاب القرآن الكريم. ستضيف الجائزة التي حصل عليها القائمون على شؤونه مزيداً من التألق في سماء خدمة القرآن الكريم. إشعاع الكثير من الكتاتيب القرآنية ودور التعليم العتيق والمبادرات التي تعرفها مساجد المملكة يطرح أسئلة جوهرية حول هيكلة هذا القطاع وطبيعة المأسسة التي يخضع لها، وما إن كانت المجالس العلمية المحلية تستطيع الإشراف على مختلف المبادرات التي تنطلق من المساجد ودور القرآن تلك الخاصة بالرجال والنساء على حد سواء. الواقع أن المجلس العلمي لا يقوم بالإشراف على دور القرآن كلها وعلى المساجد كلها، وإنما هو يقوم بتأطير النساء في بعض المساجد التي تسمح له قدراته بتأطيرها. فنحن عندنا تقريبا نعمل في 50 مسجدا، عندنا برامج تحفيظ القرآن الكريم في 50 مسجدا بالنسبة للنساء وبالنسبة لتحفيظ القرآن الكريم، وعندنا ما يقرب 70 على 70 مسجد في مجال التوعية والإرشاد الديني، هذا بالنسبة للنساء. وهذه المساجد فيها كذلك دروس محو الأمية، سواء التي يؤطرها المجلس أو التي تؤطرها مندوبية الشؤون الإسلامية. ولكن بجانب هذه المساجد التي ذكرت، هناك مراكز أقدمنا على تسطير هذا البرنامج مؤخرا، وأننا خصصنا بعض المراكز، عندنا 7 مراكز في مساجد في أنحاء مختلفة من مدينة فاس، نقوم فيها عندنا فيها برامج مكتفة تشتمل على محو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم للنساء وللأطفال، وكذلك توعية دينية للنساء وللأطفال، وتحفيظ الحديث النبوي الشريف. عدنا إلى مريم غزيوي. يظل الإبحار في علوم القرآن وتفاسيره هواية تملأ معظم الوقت، حتى تلك التي تختارها مريم للدخول إلى عالم الأنترنت، تجعله وسيلة مساعدة في توسيع معارفها، حتى تستطيع تلبية مختلف احتياجات المستفيدات من دروس التحفيظ في مؤسسة عبد الله جنون. استطاعت هذه الشابة أن تحفظ وصية والدها وأن تسعى إلى العمل في ظل القرآن الكريم، فحفظته ثم بدأت مسيرة تبليغه إلى الناس، محتفظة ككل حافظة بجزء غير يسير من الأماني. الأمنية ديالي هي أنني نكون صالحة ومصلحة وداعية إلى الله سبحانه وتعالى.